الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب ماما بركه، حبايب ماما بركه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. ماما بركه النهارده هتعمل مقلوبه جميله هتعجب حبايبها، بالصلاه على النبي. طبعا شوفوا بقى المقلوبه بتاع ماما بركه هتعجبكم، وتحفه تحفه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. حبايب ماما بركه تحفه تحفه جميله، المقلوبه بتاع ماما بركه هتعجب حبايبي، بالصلاه على النبي. وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شفتوا الجمال؟ جمال بتاع ماما بركه بالصلاه على النبي، تحفه تحفه، بالصلاه على النبي. بقى احنا قالين فلفل كده، الكرنشات جميل، حاجات جميله كده بالصلاه على النبي جميله. المقلوبه حلوه وسهله ومغذيه. الحين بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، مقلوبه ماما بركه تحفه، وحاجه مش غاليه، وحاجه جميله. وبالصلاة على النبي حبايب ماما بركة، بالصلاة على النبي، وجبة حلوة ومش غالية خالص. وبالصلاة على النبي حبايب ماما بركة، تعالوا دوقوا الوجبة بتاع ماما بركة المقلوبة، بالصلاة على النبي حبايبي، بالصلاة على النبي، تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب ماما بركة، حبايب ماما بركة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واتم حال. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. ماما بركة بتقول لحبايبها البتنجان حلو ومفيد ورخيص، وعايزين ماما بركة بتقول لحبايبها النهارده كده عايزين نعمل أكلة حلوة من البتنجان، مش مسقعة بقى، يعني هي هنعمله مش مسقعة. بالصلاة على النبي، ماما بركة النهارده هتعمل بتنجان اهوت رومي، فلفل جميل. شفتوا الفلفل جميل ازاي؟ بالصلاة على النبي، حاجات جميلة كده. هي فلفل حار، فلفل رومي، بالصلاة على النبي، بصل، بالصلاة على النبي. هنعمل مقلوبة عند ماما بركة بالصلاة على النبي، بتنجان بالبصل بفلفل، مش هعمل لحمة ولا حاجة، لا فاضية كده. هنعمل مقلوبة، طبعا البتنجان هي المكونات بتاعتها، لسه ما خرطتش غسلتها، بس قلت أوري لحبايبي. بالصلاة على النبي، رز للمقلوبة. هنعمل مع الرز، هحط معاه حمص الشاف سلقاه، يعني بحب ايه يعني، برضه هو مفيد مغذي. هحط بقى ايه يعني الحمص مع الرز. هنشق بقى جنبها ايه، حاجه ترطب الدنيا، ايه كانتالوب كده. كل سنه وانتم طيبين. بالصلاه على النبي هنبدا نسمي الله. هنروح عاملين ايه، نقطع البتنجان مع بعض كده، اقطع البتنجلايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اللهم صل على النبي. وبعد ما اقطع هنعمل ايه، نشتغل مع بعض. هنبدا نسمي الله. بصوا الفلفل تحفه تحفه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. هنبدا كده ايه، نقطعه ايه حلقات كده اهوت، بالصلاه على النبي. هنعمل النهارده مقلوبه عند ماما بركه جميله من غير لحمه، بس هتبقى تحفه تحفه تحفه. البتنجان رخيص وموجود في السوق، وانا قلت ايه برده ايه يعني نعمل اكله ايه مفيده ومغذيه، وبرده ايه من غير لحم، بالصلاه على النبي. يعني مش لازم ايه كل الاكل فيه لحمه او فراخ، لازم ست البيت تبقى تقتصد وتبقى شطوره وتروح السوق، اما تكون حاجه رخيصه ومغذيه نجيبها. بالصلاه على النبي، طبعا ايه قطعت الفلفل اهوت، قطعت قرن الفلفل. بالصلاه على النبي بالطريقه دي، شفتوا تحفه تحفه ازاي؟ بالصلاه على النبي. هنقطع برده البصل ايه طرنشات بقى كده اهو، كده اهوت كده اهو اهو. بالصلاه على النبي اهو كده. طبعا اقطع بصله وارجع اقطع بتنجلايه قدامكم واكمل كل حاجه. واما نيجي نشتغل مع بعض هنشتغل بالصلاه على النبي. ماما بركه بتقول لحبايبها اكله خفيفه وجميله ومغذيه. هنعمل مقلوبه النهارده عند ماما بركه حلوه حلوه جميله، بالصلاه على النبي هتعجب حبايبي، بالصلاه على النبي، ومش غاليه خالص بس مغذيه. قطعنا بصلايه هي الترنشات، هقطع بتنجلايه، وبعدين ايه هقطع كله قدام حبايبي. بالصلاه على النبي هنعمل ازاي بقى كده، كده اهو. يعني انا مش عايزاها برضو ايه البتاعة خفيفة، يعني مش عايزة الطرنش خفيف. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. هقطع واحدة قدامكم، وبعد كده هقطع بقى الباقي واوريكم. هنقطع كده اهو، بالصلاة على النبي اهو، بالصلاة على النبي. النبي عربي، ماما بركه بتحب ايه الحاجه البلدي كده. بالصلاه على النبي اهو، النبي عربي والبساطه حلوه اهو. طبعا قطعنا بتنجليه هي، بالصلاه على النبي. هكمل الباقي
واوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاه على النبي. طبعا ايه، قطعت بتنجالي اهوت طرنشات كده بالصلاه على النبي. طبعا ايه، قطعت الفلفل برده، خرطت البصل طرنشات. طبعا هنعمل رز بالحمص بالصلاه على النبي. تعالوا نبدا ونسمي الله. نبدا نحط بتنجالنا، هنعمل مقلوبه عند ماما بركه بالصلاه على النبي. شفتوا الطرنش بتاع البتنجان حلو جميل، يعني مش متخناه ولا مخففاه. بالصلاه على النبي، اكله حلوه مغذيه ورخيصه حلوه. نجيب ده ونجيب ده، ست البيت تجيب كل حاجه. طبعا هنبدا بالصلاه على النبي برده نعمل ايه، رزنا بالصلاه على النبي. حطيت الحله، طبعا ايه، نحطها بالزيت. طبعا هنعمل بزيت الرز بتاع المقلوبه، يعني الاكله النهارده كلها بزيت. بالصلاه على النبي، رزي غسلاه اهوت بالصلاه على النبي، لسه غسلاه، ما غسلتوش من شويه، كان بغسله وبسيبه يصفى بس. طبعا ايه، حمصي اهي. هنعمل مقلوبه عند ماما بركه تحفه تحفه بالصلاه على النبي، جميله. وتعالوا كلوا معانا بالصلاه على النبي. الملح بالصلاه على النبي، وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا ايه، رز هو هعمله كده، هعمله رز ابيض بالحمص كده، يعني اكله مغذيه بس مش غاليه خالص، تحفه 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 بالصلاه على النبي. وبتنجالي شغال برضو ايه، بقلي فيه. وطبعا هعمل الرز وانا بقلي البتنجان، هطلع القليه دي حبايبي واكمل البتنجان كله واسوي رزي. وحبايبي برضو تخليكم معايا، خليكم مع ماما بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. رزي، بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الرز اهوت للمقلوبه، وماما بركه النهارده هتعمل مقلوبه جميله بالصلاه على النبي. اكله حلوه غنيه بس مش غاليه خالص، وبالصلاه على النبي ست البيت تعمل كل حاجه. الرز هيستوي، واما اقلب البتنجان اوريكم. شفتوا بقى البتنجان بتاع المقلوبه تحفه تحفه، شفتوا دهب ازاي بالصلاه على النبي. بصوا شكله تحفه، جميل 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 بالصلاه على النبي. طبعا انا بقلي قليت القليه دي الاولانيه اللي حطيناها مع بعض بالصلاه على النبي. شفتوا شفتوا جمال البتنجان، حاجات مغذيه ومش غاليه. الوقت البتنجان رخيص خالص وحلو وصابح وجميل. طبعا ها قليت القليه ديت، هكمل البتنجان كله وخليكم معايا. قليت البتنجان والفلفل، هعمل ايه بقى، هنكرمل البصله بقى كده. هنعمل البصله بالصلاه على النبي كده. بصوا بقى هنعملها كده اهوت كده اهو كده اهوت كده، في حبه الزيت دول كده اهو اهوت. ومباركه النهارده بتعمل مقلوبه، حاجه رخيصه بس جميله ومغذيه وغنيه قوي. طبعا الرز بتاعها اهوت ابو حمص بتاع المقلوبه، شفتوا بقى بالصلاه على النبي شويه الحمص بقى دول مغذيين. بقى عملت الرز اهو، هكرمل ايه البصله ديت كده مع بعضيها كده اهو بالصلاه على النبي. هتبلها شويه واوريكم علشان ما ينفدش وما ياخدش وقت. الحين طبعا تبلت البصل شويه علشان كان صاحي كده ايه، مش راضي يتقلب بالصلاه على النبي. شوفوا بقى هنعمل ايه بقى بالصلاه على النبي. معلقه السكر كده، نكرمل بيها البصله اهو، هتبقى ايه مسكره وحلوه في قلب المقلوبه. يعني انا عاملاها من غير لحمه بس هتبقى تحفه 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 ومغذيه. ونعمل كل حاجه، الحاجات طالما ديت فيها افاده ومغذيه، يعني مش شرط برده كل حاجه لحمه، لا برده ايه نشكل كده. ماما بركه النهارده عامله وجبه حلوه خفيفه وجميله ومش غاليه، عاملين مقلوبه بالصلاه على النبي هتعجب حبايبي. شفتوا الجمال بتاع البصله
بصوا دي تبقى معسله بقى كده كده، تبقى جميله. طلعت السكر مع مكرملينها كده هتبقى جميله. يعني نعمل كل حاجه غالي ورخيص، وست البيت الشاطره تعمل كل حاجه، تدور على الحاجه اللي فيها فايده، يعني مش شرط تكون غاليه وتعملها. شايفين البصله شكلها تحفه تحفه ازاي، هتبقى مسكره دي وزي العسل بقى. طبعا عملنا الرز بتاعنا اهو بالصلاه على النبي، خفيف على الرز اهوت، شفتوا تحفه. طبعا هنا هعمل ايه بقى بالصلاه على النبي، معلقه كاتشب بقى كده اهي، شفتوا بالصلاه على النبي اهي، شفتوا الجمال بتاع البصله. حطيت معلقه سكر كرمت بقى البصله. طبعا انا كده خلصت بالصلاه على النبي. تعالوا نعمل الطاجن سوا على النبي. طبعا ايه علينا الحاجه كلها مع بعض، بتنجل اهوت بالصلاه على النبي، بنعمل كده كده اهو، وبنعمل كده بالصلاه على النبي اهو. بنعمل مقلوبه النهارده عند ماما بركه بالصلاه على النبي كده اهوت اهو، بالصلاه على النبي اهو. كل سنه وانتم طيبين، وماما بركه بتقول نعمل كل حاجه، كل حاجه نعملها. بصوا البتنجان من ورا وقدام بالصلاه على النبي كده اهوت اهو، نلف الطاجن كده بالصلاه على النبي اهو. شفتوا البتنجان اهو، نعمل كده كده اهوت بالصلاه على النبي اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صلى على النبي. لفينا طبعا ايه الطاجن اهو. هعمل ايه بقى، هنزل ايه حاجتي ديت البصل اللي انا مكرملاه كده اهوت كده اهو اهو، بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بروح فرده كده فعل الطاجن. شفتوا التحفه بقى، شفتوا التحفه والجمال، بصوا تحفه تحفه بالصلاه على النبي. بره عاملين ايه بقى بالصلاه على النبي، رزنا بقى الحلو الجميل ده بقى بالحمص، كل حاجه مستويه يا حبايبي. بره عاملين كده اهو كده اهوت، اسند البتنجان عشان ما ينامش، واروح عامله كده اهوت كده اهو بالصلاه على النبي. وتعالوا وجبه جميله اهي، شفتوا طبعا عملنا ايه اهو كده اهو اهو. طبعا ايه حطيت قعر الطاجن اهوت، هعبي الطاجن واوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي. حبايب من مباركه، حبايب من مباركه، من مباركه النهارده عملت وجبه حلوه جميله ومش غاليه ومفيده ومغذيه بالصلاه على النبي. عملت النهارده حاجه جميله قوي، عملت مقلوبه يعني البتنجان رخيص، وشويه رز جنبيه مع حبه حمص مع شويه حاجات كده حلوين مع بصلايه، يعني وجبه حلوه مش غاليه خالص وحلوه بالصلاه على النبي. انا خلصت الوجبه بتاعتي تحفه 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 بالصلاه على النبي، جنب بقى ايه حته كانتالوب، يعني اكله خفيفه بس حلوه ومفيده ومغذيه ومش غاليه خالص وبالصلاه على النبي. تعالوا دوقوا المقلوبه بتاع ماما بركه، تحفه تحفه هتعجبكم. وبالصلاه على النبي يا حبايبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي حبايب ماما بركه، بالصلاه على النبي. استنوني في الفيديو الجاي.